إن شاء الله النهاردة هنشرح الكوندنسر. المفروض تبع المحاضرات اللي أنا بعتها لكم إن إحنا إن شاء الله فاتحين الكوندنسر، وبعد كده الكولينج تاور، بعديه الفلوتر هيتر، بعد كده النيوكلر والأرقو سيستم للتحليل. طب الكوندنسر في السيستم بتاعنا يبقى موجود فين؟ لو انت ترسم الباور بلانت سيستم بتاعك ده عندك، ده بيبقى البويلر او الويست هيت ريكفري بويلر، بعد كده عندك ده التربينة، عندي هنا بيبقى الكوندنسر ودي البامب بتاعتي. طيب الكوندنسر ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل اندر فاكيوم، يعني انت هتلاقي عندك معظم البريشرز بتاعته تساوي مثلا 0.07، ده في مصر 0.07 بار، تمام؟ ماشي. عندك تركيب البويلر الكوندنسر بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عندك ده الستيم توربين، بيبقى عندك ده الشافت بتاعه اللي بيطلع هنا على الجنريتور، ده شكل الكوندنسر بتاعك. يبقى عندك هنا في تيوبس، في عندي هنا تشامبر كده تبقى عامله كده، وعندنا النازل بتاعه. طيب الكوندنسر ده انا دلوقتي خارج عندي هنا ستيم، البريشر هنا بيبقى فاكيوم، فانت المشكله بتاعتك ان هو بيسحب هواء من بره، بيحاول ان هو يشفط هواء من السيستم من بره. طيب لما هواء يخش السيستم عندي هنا البريشر، هو يخش الكوندنسر عندي هنا، ايه اللي بيحصل بقى للسيستم؟ بيحصل ان البريشر بتاعه بيزيد، بريشر الكوندنسر بيزيد، ولما بريشر الكوندنسر بيزيد ده بيقلل لك الافشنسي بتاعت السيستم. ليه؟ عشان لو احنا فاكرين كده تي اس ديجرام بتاع السيستم ده، باور التربينة كان بيعتمد على مين؟ على بريشر الكوندنسر. لما انت تزود لي بريشر الكوندنسر باور التربينة نفسه هيقل، تمام؟ ماشي. يبقى انا مش عايز ازود بريشر الكوندنسر ده، فانا محتاج اقلل الاير ليكج على قد ما اقدر. طيب ايه اللي ممكن يسبب لي اير ليكج في السيستم؟ اول حاجه انت عندك هنا على الشافت ده بركب هنا الليبرنس سيل، تمام؟ زي ما خدتوها في التربو، فالليبرنس سيل دي ممكن برضو تسرب شويه هواء يخش جوه. الجوينتس دي ممكن مع الوقت تبوظ، انت الكوندنسر بيبقى متكون من كذا شيل، في عندك شيل هنا وفي عندك شيل تحت كده، فانت ممكن التو شيلز دول انت ربطتهم ببعض بجوينتس، الجوينتس دي ممكن تبوظ فدي تسرب شويه هواء. طيب تاني حاجة، هو انت اساسي بيحصل عندك فيه شوية هواء بتسرب، بس في الجزء اللي فوق ده كمية الستيم كبيرة، تمام؟ فانت كمية الستيم الكبيرة دي مقارنة بكتلة الهواء او بريشر الهواء اللي موجود معايا، فانا بعمل الهواء. طب لما بنزل تحت الستيم بيحصل له كوندنسيشن، فانت جزء من الستيم بيتحول لمية، الجزء الفاضل من الستيم ما ينفعش اعمل البريشر بتاع الاير بالنسبة لي. فانت عندك فيه جراف مهم كده، ده بيقول لي الجراف ده ايه. بص عندك ده البريشر، تمام؟ عندك ده الاير بريشر، وده الستيم بريشر، وده الرصاص، ده خارج التربين، وده البوتوم بتاعك، فده البوتوم وده التوب. في التوب بتاعك قلنا خلاص الستيم كميته كبيره، فانا بعمل بريشر الهواء بالنسبه له، فانت عندك توتال بريشر بتاع الكوندنسر، فانت عندك هتقول ان البي بتاع الكوندنسر هيساوي البي بتاع الستيم، تمام كده؟ ماشي. لما باجي انزل تحت في البوتوم بتاعي قلنا في شويه ستيم بيتكاثفوا، فبقى كميه الستيم قليله، فلما تيجي تطبق دالتون لو بتاع الجازز هتلاقي ان البريشر بتاع الكوندنسر ده رقم ثابت خلاص، بيساوي البريشر بتاع الاير زائد البريشر بتاع الستيم زائد بريشر لوسز،
لو ما فيش لوس في السيستم فخلاص انت دي هتهملها. فانت عندك البريشر بتاع الكوندنسر بيساوي بريشر ايه زائد بريشر الستيم، تمام؟ طيب قلنا خلاص في التوب البريشر ايه ده بيساوي زيرو، يعني القانون ده برضه في بي ايه بس دي بتساوي زيرو. طيب البريشر بتاع الاير ده بقى اجيبه منين؟ الاير ده خلاص جاهز، فانت عندك البي اير، دي اير هيساوي الام ام روت اير في الار اير في التي اير. واحدة واحدة بقى عندك هنا الفي روت اير ده ممكن تفكه لايه؟ هو الفي دوت بتاع الستيم ده الفوليوم التوتال، الفوليوم ثابت، فالفوليوم ده ممكن ده بيساوي الفي جي في الام روت ستيم. لو انت معاك المعلومات دي الفي جي ده اللي هو السيك فوليوم بتاع الجازس بتاع الستيم، هنتكلم عنه كمان شويه برضه. طيب دي الام روت اير الماس بتاع الاير في السيستم بتاعك، الار اير هي عباره عن 8.314 اللي هو الجاز كونستنت على 28 اللي هو الموليكيولر ويت بتاع الهواء، التي اير ده هو التي ستيم او التي كوندنسيت، هنتكلم برضه عنه كمان شويه. انت عندك كوندنسر بقى ده الكي بتاعته بتساوي ايه؟ ايه اللي بيحصل في الكوندنسر؟ انت عندك هنا ده ستيم بيتكثف عند كونستنت تمبريتشر دي تي ساتوريشن، ودي الميه اللي بتخش من عندك تي ووتر انلت تي ووتر اوتلت. جميل كده؟ عندك هنا ده الكوندنسر ده تي ووتر انلت ده تي ووتر اوتلت، ودي نقطة واحد دي نقطة اتنين. فانت عندك Q بتاعتك بتساوي M ناقص T H1 ناقص H2 هتساوي M root water C water delta T water بتساوي ايه؟ بتساوي ال U outer area outer theta N MTD في الفاكتور بتاعك، بس الفاكتور ده بواحد عشان تبقى عندك خلاص عملية ايه؟ phase change. فانت عبارة عن U outer ايه اوترست ال ام تي دي. طيب عايزين واحده واحده بقى ال اتش 1 وال اتش 2 نعرف دول بيساوي ايه. ال اتش 1 دي خلاص ال اتش 1 دي هتساوي دي اتش اد بريشر كوندنسر، بريشر كوندنسر اللي هو عند التوب او البوتوم الاثنين واحد، تمام؟ و اكس هو هيديها لك اللي الدراني سفاكي اللي هو هيدولك، اللي هو المفروض ان الاكس ده اكبر من او يساوي البوينت 8، تمام؟ طيب اتش 2 دي بتساوي ايه؟ اتش 2 هتساوي اتش اف ات التي كوندنسيت. هو دلوقتي هيخرج ايه؟ كوندنسيت هنا ده عند تمبريتشر معين، الاتش اف عند التمبريتشر دي هي الاتش 2. طب هتقول لي انا ليه ما خدتش ليه الاتش اف عند البريشر الكوندنسر؟ عشان خاطر احنا قلنا عند البوتوم ان البي ستيم بيبقى اصغر من البي كوندنسر، فهي المفروض تبقى اتش 2 هي اتش اف عند بي ستيم مش بي كوندنسر. طب هو مش مديك بي ستيم اللي هو البريشر بريشر في البوتوم بتاعك، بس هي مديك تمبريتشر كوندنسيت، فانا هقول ساعتها ان هو اتش اف هات تي كوندنسيت. ولو عايز اجيب بي ستيم هتبقى بتساوي ايه؟ البي ستيم هي بي ساتوريشن at T condensate. خلاص انت قلت ان T condensate دي هي saturation temperature بتاع المية بتاعتك او بتاع الستيم بتاعك، تمام؟ فانت لو عايز تجيب pressure الستيم فهو ال B saturation بتاعك، لو عايز تجيب ال H هي ال HF. طيب دلوقتي لو عايز اجيب ال pressure بتاع الهواء ممكن يعني حاجة تاني بطريقة تانية عشان أوحش شوية. أنا دلوقتي عندي نقطة اتنين أد بوينت تو،
هتوين 2 دي هنا البريشر الكوندنسر هيساوي دي ستي زائد البي اير، صح كده؟ احنا متفقين على دي. وهو بيديك في المسألة التي كوندنسيت درجة حرارة المية اللي اتكثفت عندي، تمام؟ طيب يبقى ال H بتاعت 2 دي بتساوي ال HF at حاجة من 2، يا إما ال B steam يا إما ال T كوندنسيت، تمام كده؟ هو أنت أصلا معكش ال B steam، أنت مديك T كوندنسيت، فيبقى H 2 هي ال HF عند دي كوندنسيت. ولو عايز أجيب ال B steam هي مين؟ هجيبها من دي، هشوف ال T saturation بتساوي ال T كوندنسيت بتاعك، تمام؟ هيك هشوف ال pressure saturation at ال T كوندنسيت دي. جبت كده انت مين؟ جبت ال B steam. لو انت معاك ال B كوندنسر خلاص اللي هو بتاع نقطة واحد و B steam انت حسبتها، تقدر تجيب ال B بتاع الـ air، تمام؟ نرجع تاني للحتة بتاعت اللوب. قلنا خلاص ان كيو بتساوي يو اوتر اريا اوتر سيت ال ام تي دي. طبعا سيت ال ام تي دي احنا عارفينها، لو عندي هنا دي تمبريتشر ودي تمبريتشر فدي سيتا اي، دي سيتا اوتر، فعندك سيتا اي ناقص سيتا اوتر على لين سيتا اي على سيتا اوتر، ده بيساوي سيتا الام تي دي. طيب الاريا دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الباي في التي اوتر ال ان في الزد. ال ان ده هو اللينس بير بوس، بقولها ال بي بي. طيب ال ان ده بقولها ان بي بي برضو، هو عدد التيوبس بير بوس. يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي ادي تيوب اهي، لو انا بتكلم انا عندي في الباص الواحد تيوب واحد، في الان بواحد، تمام؟ طيب عندك الشيل كده، اللي بيخش كده يجي هنا فيها لف كده، تمام؟ فانت عندك لو عندك تيوب واحده في الباص هنا، عندك هنا كام باص؟ تو باص، تمام؟ اللينس بالباص هو اللينس ده. طبعا الشيل بتبقى اكبر من كده، الشيل خارجه بره شويه كده، تمام؟ فده اللي بالباص، والنمبر اوف باص هو العدد، عدد الباص، عدد التيوبس في الباص. وزد ده هو عندك كام باص في السيستم، تمام؟ في حاجه ما ننساهاش، ان اليو اوتر دي بتطلع في الوات بالمتر سكوير كلفن، فانت كيو كوندنسر دي بنخليها بالوات. يعني انت عندك الام لوت ووتر سي ووتر دلتا تي ووتر، او الام لوت ستيم دلتا اتش، بيطلعوها بالكيلو وات. لما تيجي تعوض في القانون ده لازم الكيو دي تبقى بالوات، فلازم تضرب دي في 1000، تمام؟ عندك بقى نرجع نعمل ديزاين، نعمل ديزاين للكوندنسر. المفروض انت عندك ال L شيل على D شيل، المفروض ان هو من 3 لـ 5. المفروض ان اللينس بتاع الشيل ما يبقاش كبير قوي عشان برضه حسابات الاستريس، ولا يبقى صغير قوي، فانت المفروض بالترينج بتاعك ال على D من 3 لـ 5. طيب ال L شيل ودي شيل اللي هو ايه؟ انت عندك ال شيل كده، عندك دي كده تيوبس موجوده جوه، فانت عندك ده كله ده ال شيل وده الدي شيل. طيب دول احسبهم ازاي؟ انا بعمل اسامبشن ان انا عندي سكوير اري، تمام؟ عندي دي حاجه اسمها البيتش، تمام؟ ماشي، وده اسمه ال W، وطبعا دي سكوير اري فده كمان اسمها ال W، وتلاقي عندك دي كده ده دي شيل اللي يعتبر جذر 2 ال W، تمام؟ فانت عندك البيتش دي بتساوي 1.5 الدايمتر اوتر، ال W بتساوي ال B جذر N توتال، تمام؟ اللي هو بيساوي ال B جذر N في الباص
في النمبر اوف باسز. تبع سن التيوبس مثلا اللي هما 3 باص كده، انت عندك ادي الباص الاول هيخرج الباص الثاني هو يخش الباص الثالث تمام. وليه جذر ان سكوير؟ عشان عايز تجيب العدد ده، عشان هما قلنا سكوير 3 في 3 في 9 في بي بي جذر ان عشان تجيب الويتس ده. طيب الدي شيل بتساوي جذر 2 ده عشان دي سكوير اري، فانا عايز اجيب الوتر بتاع المثلث بتاع ده بيساوي جذر 2 ده تمام. ال ال شيل بتساوي 1.15 ال ال بالفاص. احنا قلنا خلاص ال ال بالفاص هو التول بتاع التيوبس اللي جوه ده، فال ال شيل هي بضرب بتبقى اكبر منها شويه، فهي 1.15 في ال ال بالفاص دي جابت لك ال شيل. معاك خلاص ال شيل ودي شيل نقسمهم على بعض شوف هيطلع الرينج بتاعك كام. انت في المساله بيعمل ايه بقى؟ بيبقى في المساله انت معاك معاكش الزد النمبر اوف باص مش معاك تمام، وعايز تعرف مثلا انت عندك كام باص، فبتعمل ايه؟ بيبقى مثلا برضو معاكش ال ال فبتروح رايح فرض مثلا ان هم 1 باص، تبدا تحسب حساباتك ان هم 1 باص وتشوف ال ال هيطلع بكام لو هم 1 باص والدي هيطلع بكام. لقيتها وسط الرينج ده خلاص انت كده المساله خلصت. طيب لقيتها بره الرينج تبدا تفرض ان هم 2 باص، تبدا تفرض ان هم 3 باص، تبدا تزود في الباصز لحد ما تلاقي نفسك وقعت فين؟ وزن الرينج بتاعك كده الديزاين بتاعك سيف تمام. لو قال لك هنا عندي بي كوندنسر فاكيومد باي 71.3 سنتيمتر زد تمام، او قال لك بطريقه ثانيه على طول قال لك دي الفاكيوم ريدنج برضه ان عندي البارومتريك بارومتريك ريدنج مثلا قال لك ان هي بتساوي 75، ساعتها هتعمل ايه؟ هتقول لي ان البي بتاع الكوندنسر بيساوي البارومتريك ريدنج اللي هي 75 ناقص الفاكيوم ريدنج اللي هي 71.3 على 76 في 1.1325 بالسبب. اولا ده الضغط الجوي بتاعك، ده الرقم اللي احنا عارفينه بتاع الضغط الجوي تمام، وده قد ايه من الضغط الجوي ده بيساوي كام سنتيمتر زيرو، فالرقمين دول مالهمش علاقه باي قرايه هو مديها لك، ايا كان هو مديك القرايتين ايه دول هيتحطوا زي ما هم كده. انت هتطرح الاثنين اللي هم مديهم لك من بعض وتجيب ده كام بول هيطلع تقريبا 0.06 ولا حاجة تمام؟ فالرقمين دول ثابتين، انت بتطرح الرقمين اللي هم مديهم لك هنا. طيب لو ما ادانيش البارامتريك ريدنج، البارامتريك ريدنج ساعتها هتخلي دي 76 هتخلي دي هي دي ودي تبقى 75 اللي هو الفاكيوم ريدنج، هو لازم يديك الفاكيوم ريدنج بتاعك تمام؟ يا اما هيديك على طول بريشر الكوندنسر بالرقم ده فكده سهل عليك. طيب في عندك معلومة تانية بيقول لك التيوب سايزنج والجيج، تيوب سايزنج اند الجيج، المفروض ان انت هتتعرض لده اكتر في شيت الفيد ووتر هيتر دي هتلاقيها في سلايد 16 في محاضره الدكتور جلال اللي رفعتها لكم. هتلاقي في جدول في 16 دي بيقول لك ان عندي التيوب ديامتر مثلا هل هو 3 4 بوصه ولا 5 8 بوصه ولا 7 8 ولا بوصه، وهتلاقي في حاجه اسمها الجيج اللي هي 17 18 20. الارقام دي معناها ايه بقى؟ انت عندك كل ما نمبر الجيج ده كل ما يزيد، يعني كل ما تمسك انت الجيج 18 جيج 20 اللي عنده جيج اكبر ده معناها ان التيوبس بتاعته بتبقى اخف وارفع، بتلاقي السيكنس بتاعه صغير تمام. طيب انا بستخدم الحاجات دي في ابلكيشن بيكون خفيف، يعني مش ابلكيشن مثلا احمل فيه اويل او حاجات تقيله استخدم فيها جيج كبيره. طيب ايه هي اكتر حاجات، ايه هي اسوء نوع ما ينفعش ان انا لو اداني تشارت مثلا ان انا استخدمه مثلا ممكن يديك في الامتحان جدول
يقول لك سيلكت الدايمتر وابدا اشتغل في المساله. اللي هو الجدول ده فيه 5 تتمان بوصه و7 تتمان بوصه، تمام؟ اسوأ نوع من انواع البايبس اشتغل بيه هو ال5 تتمان بوصه، عشان ده بيتسد بسرعه، بالذات لو انا بستخدم حاجه فيها ميه بحر وحاجه فيها املاح، فما استخدمش 5 تتمان بوصه. فده المفروض ما تسلكتش من الجدول الدايمترز دي. طيب احسن نوع يا اما 7 تتمان بوصه يا اما بوصه. فهو في الامتحان ما بيدكش الاثنين، بيديك واحده منهم، فانت تبقى عارف انت داخل على البوصه تاخد منها ارقام. وافضل جيد تشتغل عليها هو ال 18 ولا ال 20 ولا ال 17 ولا ال 16، تمام؟ في برضه ماتيريال اسمها الادميراليتي، الادميرالتي ماتيريال دي استخدمها في كوندنسر لو انا ببرد بميه بحر، تمام؟ وغالبا معظم المحطات بتبقى جنب بحر فبرد بميه بحر. ممكن نخش نحل في الشيت، طبعا نعرف بقى المسائل عامله ازاي. نحل مساله، نحل مسالتين من الشيت ومساله فرق. المهم الجزء ده المفروض كان بيديك دكتور جمال الحريري كل سنه، بس لو بصيت في المحاضرات هتلاقوا ان المحاضرات بتاعت دكتور جلال السنه دي هو اللي هيدي، هو اللي كان المفروض ان هو بقيه الكورس هو اللي مكمله، يعني المفروض هو اللي يحط الاسئله بتاعته في الفاينل لو ما لقوش حاجه. فدكتور جلال الميزه بتاعته ان انت تلاقي في المحاضرات، يعني مثلا تلاقي في محاضره الكوندنسر في مسالتين، محاضره مثلا نيوكلر في 3 مسائل، المسائل دي حاول على قد ما تقدر هي اهم مسائل عندك، يعني المسائل دي اهم مسائل الفاينل نفسها، عشان هو لما بيحل بيحب لما بيجيب مساله بيجيب مساله المحاضرات بتاعته. فيعني حاول انت تحل مسالتين المحاضره الاول، وبعد كده في مساله في الامتحانات مهمه يعني هنحلها النهارده. يعني اعتقد انت لو في المساله دي بعيدا ان هي حتى لو ما جاتش لو انت فهمتها فانت فهمت تكشيف الكوندنسر كله، يعني عشان هي تقل لنا كل الافكار. وبعد كده ممكن تخش على الشيت لو حابب تحل. مسألة 50 بيقول لك انا عندي الاريا بتاعت الكوندنسر 230 متر سكوير، بيقول لك الماس فريت بتاع الستيم 3.778 كيلو جرام بير سكند، تمام؟ مديني الفاكيوم ريدنج، مديني الفاكيوم ريدنج 71.3 سنتيمتر زيرو، ومديني البارومتريك ريدنج 75.8. طب هقدر اجيب من دي بريشر كوندنسر، وخليك فاكر ان بريشر كوندنسر ده في التوب حاجه وفي البوتوم حاجه، تمام؟ لو ما قالكش ان في اير في السيستم فالبريشر كوندنسر في التوب زي البوتوم 2:1، تمام؟ بريشر كوندنسر هيساوي، قلنا خلاص هو عباره عن البي ناقص الفي 76 في 1.1325، ده هيطلع 0.06 بار، ده برش الكوندنسر بتاعي، تمام. قال لي ان عندي تي كوندنسيت ب 34 درجة، قال لي ان تي انر ب 29، دي اوتر بتساوي 22، ده ملي. ما تخليش اليونتس بتاع منك المساله، يعني خليك دايما مع اليونتس، ما تخليهاش تروح منك، انت ما تعوضش ال 20 حولها للمتر وكده. طيب قال لك ان التي ووتر انت ب 18 والتي ووتر اوتلت ب 27، تمام؟ الماس فلوريد بتاع الووتر 234.72 كده. الفلوست بتاع الووتر جوه المواسير دي 2 متر بير سكند. عندي كده الكوندنسر اهو، ادي نقطة 1 وادي نقطة 2 وده تي ووتر ال وده تي ووتر اوت. في المسألة هنا معلش حاجة عن الاير، فانت مفيش اير في السيستم، المفروض دي اسهل نوع مسائل ما بيجيش تقريبا يعني. طيب كيو كوندنسر بقى هيساوي ايه؟ هو مديك ام لوت ووتر كيلو جرام بير سكند، ويديك التلتا تي ووتر، فانت عندك كيو كوندنسر
تساوي ام روت ووتر سي ووتر دلتا تي ووتر. جبت خلاص كده في كوندنسر. طيب ده قلنا بيساوي ام روت تي. معلش الريكويرمنت بتاع الاول، الريكويرمنت عايز الاكس بتاع واحد وعايز اليو وعايز الال وعايز الال. تمام كده. الان توتال والال هو اللينس بتاع اللينس بتاع التيوبس بتاعته. تمام. ام روت تي في اتش واحد ناقص اتش اتنين. انا دلوقتي عندي خلاص مفيش اير، فانت عندك البريشر بتاع الكوندنسر معاك لو بوينت او 6، فهي اتش 2 دي هي عباره عن اتش عند بوينت او 6 بار وتمبريتشر بيساوي 34. ليه؟ عشان هو قال لك انا عندي هنا تي كوندنسيت ب 34 وقال لك ان بي كوندنسر بوينت او 6 بار، بس مفيش كلمه ان في اير في السيستم. لو كان في اير في السيستم او اتكلم عنه فانت هتقول ان هي الاتش اف عند التي كوندنسيت دي، بس طالما مفيش اير في السيستم فانت عندك ده جزء سب كولد، فهي 43 34 و 1.6 بار. جبت كده اتش 2. ام روت تي مدرك في المساله، مدرك في الجزء ده. تمام. جبت كده اتش 1. اتش 1 دي هخش الستيم تيبل اد بريشر 1 بيساوي 0.6 بار، اجيب الاكس 1 بتساوي ايه. تمام. ده كده اول مطلوب عندي. طيب تاني مطلوب بيقول عايز اجيب اليوم منين بقى؟ عندك كيو بتساوي يو اوتر اريا اوتر سي تي ال ام تي دي. عندك البريشر بوينت او 6 بار، التمبريتشر بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 36.18. جزء السب كولينج هنا انت بتهمله. تمام. طيب تجيب ستي ال ام تي دي بالكي ساتوريشن والتي بتاعت الميه، فانت عندك تي ميه دخل 18 وخارجه ب 27 معاك سيتا اوتر معاك سيتا اير. كده جبت ستي ال ام تي دي. الاريا دي وقال لك 230 وانت حاسب الكيو جبت ليه. تمام. ادي كده تاني مطلوب. طيب عايز تالت مطلوب ايه؟ عايز الان برباص. طيب هو مديك هنا السرعه، طالما اداك كلمه سرعه دي ومديك ماس فلوريد بتاع الميه يبقى سالم على طول قانون ماس فلويد. انت عندك الام دوت ووتر هتساوي رو للاي للفي. الاي بتاعت الميه اللي هي الكروس سكشن اريا اللي الميه ماشيه فيه. الميه الماس فلويد داخل فين؟ يعني انت لو عندك كده تيوبس تيوبس دي بتاخد باص تاني كده، يعني هي داخله كده وبتلف لبره، فانت عندك الماس فلوريت اللي داخل الثلاثه تيوبس دول بس، هو اللي هيخرج من دول. تمام. فانت الماس فلوريت بيساوي ايه؟ بيساوي الروتر. تمام. بتاع الميه، فانت تقول ان هي ب 1000 او تجيب الرو افريج عن 18 و27 الاثنين كده كده سب كولد، فهتطلع قريب من 1000 جدا يعني، فانت عبد ب 1000 وخلاص. في الاريا بتاعتك هي عباره عن ايه؟ هي باي على 4 دي انر سكوير في الان بربوس. انت باي على 4 دي انر سكوير اللي هي بتاعت الباي بالواحده، فعندك كام ان بربوس؟ ده اللي هيخش فيهم الفلو. تمام. في الفي ووتر هو مديك الفي ووتر بتاعتك 2 متر بير سكند، والدايمتر اللي هو مديهولك وماس فلويد انت معاك. جبت من هنا مين؟ الان بربوس. لسه هو عايز الان توتال في المساله، هيطلع الان بربوس 374. طيب انا دلوقتي لو عايز الان بيوتر فمحتاج اجيب النمبر الزد بتاعتي. تمام. معاك في المساله هنا الاريا تساوي 32، الاريا دي بتساوي باي دي اوتر ال برباس ال برباس في الزد. معاك دي ومعاك دي ومعاك دي اوتر ومعاك الزد، لا معاك ال برباس لسه حاسبها، فاضل لك مين؟ ال برباس وفاضل لك الزد. تبدا تعمل تراند ايرور اللي احنا قلنا عليه من شويه، ان انت تعمل ايه؟ هتأسيوم ان الزد بتساوي 1. تبدا تعمل بقى الحسبه بتاعتك ان انت عندك ال برباص. لو انت جبت المعادله دي هتلاقي عندك ان ال ال برباص في الزد بتساوي 8.9.
تمام. الاسيوم ان زد بواحد تلاقي ان عندك ان بالباس 8.9، ال شيل قلت بتساوي 1.15 ال ان بالباس تمام. هتلاقي حاجه عندك في الارقام، وهتلاقي برده موجوده في حل الشيل بالارقام. هتلاقي عندك ان البيتش بتاعتك بتساوي 1.5 دي اوتر جبتها، ال دبليو بتساوي البيتش جذر ان توتال اللي هو ان بالباس في الزد اللي انت فرضه. هتلاقي عندك ان الدي هتساوي جذر الان الدبليو. طيب عندك ال شيل ودي شيل اقسمهم على بعض هتلاقيها ان هي ال 11، ده اكبر من الخمسه بره الرينج بتاعك. تبدا تقسيم ان زد باتنين وتعيد نفس الموضوع، هتلاقي عندك ال على الدي لما تقسيم ان زد باتنين هتطلع بكام؟ باربعه. كده تقيس نفسك وسط الرينج. فساعتها هتروح راجع مديله ان الزد دي بتساوي 2، هتجيب ال ان توتال هي عباره عن ال ان بالباس اللي انت حسبتها ضربها في 2، وال ان توتال هي عباره عن ال ان بالباس اللي انت حسبتها برده من المعادله هنا اللي طلعت 8.9 على 2، تروح ضربها له في كام؟ في الزد. لا سوري، هو عايز ان بالباس اصلا المساله، فتقسم 8.9 على 2 تمام. المساله دي بس دي انت عشان تعرف بس موضوع الايه؟ الايتريشن بتاع الديزاين. ممكن تيجي يعني بس انت ما تعرفوش الكلام ده في المحاضرة، بس برضه ركز على مسألتين المحاضرة دول أهم. مسألة 54 قال لك أنا عندي الـ إكس واحد تساوي 8.8، وعندي الـ V بتاع الفاكيوم بيت الفاكيوم 69.6 سنتيمتر اتش جي، وعندي تي كوندنسي تساوي 35.5. قال لك ان تي ووتر ادت بتساوي 16، تي ووتر اوتلت بتساوي 2.3. قال لك البروميتريك ريدنج 76، لو ما كانش قالها لي فانا هقول هي 76 الا لو قال حاجه كده. عايز هو ايه بقى في المساله؟ ريكوايرد الام دوت ووتر على الام دوت ستيم والام دوت اير على الام دوت ستيم تمام. الام دوت اير على الام دوت ستيم دي هتتجاب من دالتون لو اللي هو بتاع بي في ايكوال، لا مش دالتون لو، الجاز دايناميكس لو اللي هو بي في ايكوال ام ار تي. ده ام اير دوت ستيم. الام دوت على الام دوت ستيم تتجاب من قانون كيو. طيب واحدة واحدة كده. أول حاجة عندك البي البي كوندنسر ده يساوي 76 ناقص 69.6 76 1.1325 ده يطلع 0.85 تمام. ماشي. كي كوندنسر بقى دي بتساوي ام روت ووتر سي ووتر دلتا سي ووتر تساوي ام روت ستيم اتش واحد ناقص اتش اتنين. نيجي بقى هنا، انت عندك هنا ده في عندك اير في السيستم، قال لك ان في عندي اير، فاتش واحد دي هي الاتش ات اتنين بقى ات الدي كوندنسر جميل كده و اكس واحد مديك اكس واحد داخل يا بوينت 8.8 ومديك البي كوندنسر انت لسه حاسبها. طيب اتش 2 هي الاتش اف ا تي كوندنسيت تمام كده زي ما شرحت. فانت عندك هنا دلتا تي ووتر معاك، سي ووتر معاك، جبت اول مطلوب ام روت ووتر على ام روت تي مفيش فيها اي حاجه. طيب المطلوب التاني بتاعك عايز ام روت ايه على ام روت تي، انت مش شويه قلت لي ان التي كوندنسيت اللي خارج ده هي تي ساتوريشن بتاعتك. فانا عايز اجيب بي كوندنسر هتساوي بي ستيم زائد بي ايه. بي كوندنسر دي هي البوينت 0.85، البي ستيم هي مين؟ هي البي ساتوريشن ات تي كوندنسيت زائد البي اير. جبت مين كده؟ جبت البي اير. طيب اجي هنا قانون البي اير ده بيساوي ام روت اير في الار اير في التي اير او تي ستيم او تي كوندنسيت
كله بيبقى خارج عندك بنفس درجة الحرارة على الفوليوم بتاعك، تمام كده؟ طيب الفوليوم بتاعي انا معرفوش، بس ممكن اعوض عنه بايه؟ الفوليوم ده اللي هو السبيسيفيك فوليوم بتاع الستيم في الام دوت ستيم، جميل كده؟ السبيسيفيك فوليوم بتاع الستيم ده جه منين؟ هو ال في جي اس تي كوندنسيت. انت عندك دلوقتي البوتوم بتاعك الميه اللي اتكثفت خارجه عن التي كوندنسيت، درجه حراره الهواء هي التي كوندنسيت كله، في بالانس في الجزء ده. الستيم اللي فاضل لسه ما اتكثفش درجه حرارته برضه هو التي كوندنسيت، بس حاطه ان هو ساتوريتد ايه؟ فيبر، تمام؟ فهي الفي جي التي كوندنسيت في الام روت ستيم، تمام؟ دي معاك خلاص احسن الستيم تيبل. ام روت ايه على ام روت ستيم ده المطلوب بتاعه، البي اللي انت حسبتها من القانون ده. عندك بعد كده ار اي اللي هي 8.1314 على 28 تي كوندنسيت، دي خلاص هو مديها لك، بس ما تنساش تحول بس من دي كلفن اللي عندك 35 زائد 10 تالت سالب، تمام كده؟ لو هو مديك في السيستم تي اير فتعوض بدي تي اير، بس هو ما اداش في هنا تي اير فهي هي تي كوندنسيت، جميل؟ حلوة مسألة امتحان 2013. المسألة دي يعني لو الدكتور حب ان هو يكرر مسائل قديمة عشان ما يفكرش مسألة تانية يقول هي ما عندكم، فبكل هو هيجيب دي، لو هيجيب من المحاضرة فهيجيب مسألة من الموجب. طيب المسألة دي مع انها قرار كتير بس تلاقيها محلولة في الحل غلط، حل الفرق. بيقول لك عندي ايه هنا؟ بيقول لك انا عندي سبمارين كوندنسر بستخدم فيه ميه ملح، الكوندنسر ده الووتر بتاعته ميه ملح، تمام؟ عندي هنا في كذا كاتيجوري، في اكتوال وفي الديزاين. الراجل ده عمل ديزاين لكوندنسر، تمام؟ انت دلوقتي على الورق عملت ديزاين للكوندنسر، جميل؟ قلت ان الفاكيوم بتاعك على ورق انت بتعمل مسائل ب 71، تمام؟ وقلت انا هدخل له ميه تي ووتر ال ب 15، وعلى الحساب بتاعتي تي ووتر اوت تطلع ب 27، تمام؟ والتي كوندنسيت تي كوندنسيت قلت هتطلع ب 34.3. جه الراجل صنع الكوندنسر اللي انت قلت عليه ده، فلقى ان الداتا بتاعته مختلفة عن الديزاين خالص، لقى ان الفاكيوم بتاعه 68، لقى ان التي ووتر انت اللي جاله من البحر 14 واللي طلع منه 23، هو ما يقدرش يتحكم في اللي جاي من البحر. التي كوندنسر اللي طالع منه عند درجة حرارة 38. فهو بيسألك هنا كذا سؤال بقى، او بيقول لك قبل ما يسألك الأسئلة، قال لك ان هو عمل ريجيوليشن بين الديزاين وبين الاكتوال، ان هو خلى الام دوت ستيم والاكس واحد كونستنت. يعني في الديزاين هنا كان الاكس واحد اللي خارجه من التربينه مثلا بوينت 8.8، خلى في الاكتوال بتاعه ان هو ظبطها ان تاخد نفس الاكس، والام دوت ستيم خلاها ان هي تبقى نفس الام دوت ستيم، فمن عندك الاثنين دول ايكول. بيسالك سؤالين بقى، السؤالين دول مش نظري عشان في ناس ساعات بتحلهم من هم نظريين. اول حاجه بيقول لك انا عايز اعرف ان الايرور بين الاثنين دول كده، يعني الارقام دي مش زي بعض، هل ده بسبب اير ليكج ولا سكيل فورميشن مع بروف؟ يعني مش عايز تقول له كذا وكذا من غير بروف، لازم تثبت له هي بسبب ده ولا بسبب ده ولا بسبب الاثنين، وايه التفسير بتاعك لكده، تمام؟ تاني حاجه بيقول لك هو انا عندي اي ديفيشنسي للكولينج ووتر، يعني في عنده اسراف في الميه، يعني المفروض بتدخل في الكوندنسر ميه من البحر معينه، هل في الاكتر بتاعه هل هو دخل ميه اكتر؟ فعايز اعرف دي، فعندي ديفيشنسي ديفيشنسي ولا لا. واحده واحده كده، ان يحصل عمليه اير ليكج كده كده في اير في السيستم، تمام؟ اير ليكج فهو عايز تجيب الماس فلوريد بتاع الاير هنا مره والماس فريم بتاع الاير هنا مره، لو الماس فريم بتاع الاكتوال اكبر فانت عندك في اير ليكج في السيستم، ده من اسباب الايرور بتاعتك. طيب سكيل فورميشن هجيبها منين؟ هجيب اليو اللي هي الاوفرول ترانسفير كوفيشنت هنا مره وهنا مره،
لو اليو بتاعك قل فانت في عندك سكيل فورميشن، كمان انت في عندك الريزيستنس بتاعت الفاولينج فانت في عندك سكيل فورميشن. فدي المفروض جبت السؤالين دول. طيب ديفيشنسي او اسراف في الميه دي، دي هعمل فيها ايه؟ هحسب ام لوت ووتر هنا مره وهنا مره. ام لوت ووتر لو اكبر في الاكتر فانت في عندك ديفيشنسي. الامتحانات كانت بتيجي دايما ارقام مختلفه في المساله دي عشان هي مش تبقى دايما نفس الاجابه، بتلاقي مره مثلا دي اه دي لا، بتلاقي الاثنين مع بعض مره، بتلاقي مفيش اسراف، فانت مش حافظها يعني. واحده واحده بتعمل ايه بقى؟ بتقسم المساله نصين كده. اللي بتعمله هنا بتعمله هنا، ده الجزء بتاع الاكتوال وده الجزء بتاع الديزاين. اول حاجه تحسب بي كوندنسر. البي كوندنسر عندك بيساوي ايه؟ بيساوي عندك البارومتريك اللي هم اداهولكش اللي هو ب 76 ناقص 68 على 76 في 1.135، ده هيساوي 0.1066 بار. تمام. البي كوندنسر هنا بنفس القانون هتلاقيه طلع 0.067 بار. تمام ماشي. عايز اجيب دي ستيم. انت عايز تجيب اول حاجه في اير ليكج ولا لا؟ فانت عايز تحسب ماس فلويد بتاع الاير. احسبه ازاي؟ ان اجيب بي كوندنسر وبي ستيم واطرحهم من بعض. بي ستيم قلنا هي البي ساتوريشن ات تي كوندنسيت، هيطلع 0.06624. طيب البي ستيم هنا ات تي كوندنسيت برضه هيطلع 0.05318. تمام. عايز اجيب بقى البي اير، هيساوي البي كوندنسر ناقص البي ستيم هيطلع 0.04 بار. هنا البي اير اطرحهم برضو من بعض هيطلع 0.01382 بار. في حل الامتحان هو لقى ان البي بتاع الاير اكبر من البي بتاع الاير ده، فقال لك والله ايه كده في عندي الماس سبريد بتاع الاير اكتر، عشان هو قال ان بي اير في الفوليوم يساوي ام ار تي، ان لو البي زاد الار الماس فلويد هيزيد. بس في فاكتور هو نسي، ايه هو الفاكتور ده؟ هو التي كوندنسيت. يعني انت عندك هنا قلت ان البي في ايكوال ام ار تي، تمام كده؟ ده بي اير وده الماس فلويد بتاع الاير اللي هو عايز يحسبه، وده التي بتاع الاير. هو قال لك المساله بقى، قال لك والله البي اير زاد في الماس فلويد بتاع الاير زاد. كان في امتحان من الامتحانات ان التي اير، تي اير هنا ليه تي كوندنسيت، لو انت كده قسمت هنا هتلاقي ان الماس فلويد اقل، فانت لازم تجيب الام روت اير ما تقارنش بالبريشر. تمام. طيب فانت عندك هنا الام روت اير هيساوي البي اير على تي كوندنسيت في الفوليوم على الار. هنا نفس الكلام، الام روت اير هيساوي البي اير على تي كوندنسيت في الفوليوم على الار. دي كوندنسيت ده برضه بالكلفن، انت تاخد الرقم ده بتجمعه بالكلفن. تمام. فهتلاقي ان البي اير هنا هيطلع 4.5×10^5 في الفوليوم على الار. تمام. وهتلاقي ده هنا هيطلع بكام؟0.0128. هتلاقي ان الرقم ده اصغر من ده بكتير، فمعنى كده ان في عندك اير ليكج في السيستم. طيب ممكن واحد يعمل يحسب الام روت اير بطريقه ثانيه. يحسبها ازاي بطريقه ثانيه؟ نروح قايل له هنا ان الام روت اير على الام روت ستيم زي احنا لسه قايلينها من شويه، ده بيساوي البي اير على الار في الفي جي عند التي كوندنسيت على التي كوندنسيت. تمام. كل دول معاك هتطلع ده ب 1.56 كيلو جرام اير لكل كيلو جرام ستيم. تمام. هتلاقي هنا ان الام روت اير على الام روت ستيم بنفس القانون. طبعا القانون ده جبناه لما قعدنا نفك في البي دي في ايكوال ام ار تي، احنا فكنا الفي هي عباره عن الام روت ستيم في الفي جي. هنا عندك الام روت اير على الام روت ستيم هنا ب 1.47 كيلو جرام اير كيلو جرام ستيم. هو قال لك في المساله ان الام روت ستيم ثابته، فانت الام روت اير هنا هتلاقي اكبر من الام روت اير هنا.
تمام، حسبتها كده الاتنين صح. بس يعني انت بتطلع رقم، يعني بتطلعلوش ريشيو كده وتسيبها له بي اسمه ايه ده في اير ار. تمام كده اول حاجه انت عندك في اس ار في السيستم. تاني حاجه بيقول لك هل في عندي فاولنج في السيستم ولا لا، او في عندي سكيل فورميشن ولا لا. محتاج كده تحسب مين؟ تحسب اليو. اول حاجه عشان احسب قانون اليو من اليو كوندنسر احسب السيتا، احسب السيتا ال ام تي زي دي هتلاقيها للاكتوال ب 19.15 والديزاين هتساوي 12.34. قال لك هنا هو ثبت حاجتين الكوانتيتي والكواليتي. الكوانتيتي يعني ام روت تي، الكواليتي هو بيتكلم عن اكس. فهو ما قالكش ان الكيو كوندنسر ثابته، تمام كده. طيب هتقول لي بقى عندي هنا كيو الاكتوال بتاعتي على كيو ديزاين بتساوي ايه؟ بتساوي ام روت تي اتش 1 ناقص اتش 2 صح كده، وده بيساوي ام روت تي في اتش 1 ناقص اتش 2 في الديزاين، ده بيساوي اليو اوتر اري اوتر سيتا ال ام تي دي، وده يو اوتر اري اوتر سيتا ال ام تي دي. دول انت جبتهم الاريا ثابته، انت بتعمل ديزاين للاكتوال فاكيد اللي صنع ده صنعه بنفس الاريا. تحتاج بقى تجيب اليو اوتر دي على اليو اوتر دي الاكتوال على الديزاين. والله طلعت اصغر من واحد تفوت ترجع تشوف هي اصغر واحد اكبر من واحد. لو اليو بتاعتك قلت يبقى في فاولنج، ما قلتش يبقى مفيش فاولنج. تمام انا عايز بقى هنا اجيب ال اتش 1، اتش 1 دي كانت بتساوي ايه؟ هتساوي اكس في اتش اف جي زائد اتش اف، تمام كده. ده البريشر بتاع الكوندنسر صح كده؟ ماشي. اتش 2 هتساوي اتش اف ات التي كوندنسيت. خلاص الحالتين دول عارفين جي اتش 1 امتى واتش 2 امتى، تمام؟ والماس ستين دي ثابته. هطلع بقى ايه؟ اعوض في القانون اللي فوق. فهتلاقي عندك ان في حاله الاكتوال ان الاتش 1 هتساوي 2390 اكس زائد 169 والاتش 2 هتساوي 160، الاكس دي ثابته. وعندك في الديزاين اتش 1 هتساوي 2410 اكس زائد 160 والاتش 2 هتساوي 142. اعوض بقى ده في القانون اللي فوق بتاعي. هتلاقي عندك هنا 2390 اكس زائد 36 على 2410 اكس زائد 18، ده بيساوي اليو اكتوال بتاعتك على اليو ديزاين في سيت ال ام تي دي اللي هي 19 وربع 19.5 على 12.34. هتلاقي عندك ان اليو اكتوال على اليو ديزاين هتساوي 1540 اكس زائد 23.2 على 2410 اكس زائد 18. طيب الرقم ده من الباين كده ان هو اصغر من الواحد، طيب اتاكد انه اصغر من الواحد، يعني عارفين ان ده اصغر من الواحد ففي فاولنج، بس لازم تقول له حاجه عشان تبين له ان انت اثبت انه اصغر من الواحد. انت عندك ان الاكس دي المفروض تبقى اكبر من او تساوي البوينت 8. انت لو عوضت الاكس لحد بوينت 1 اللي هي مستحيل الكوندنسر يشتغل عند بوينت 1 هتلاقي ان هي اصغر من واحد. بس بالتالي انت عندك الاكس من بوينت 8 لحد 1، لو عوضت اي كيو من بوينت 8 لحد 1 هتلاقي ان الكيو اكتر على الديزاين اصغر من واحد. فكده في عندك فاولنج في السيستم. تمام؟ ماشي. اخر حاجه بيقول لك في عندي ديفشنسي في الكولينج ووتر ولا لا؟ فالمفروض اعمل ايه؟ اجيب الماس ووتر تاني. انت عندك كيو كوندنسر كيو اكتيف على كيو ديزاين هتساوي خلاص انت قلت ان هي اتش 1 ناقص اتش 2 اللي هي كانت ب 2390
وتسعين اكس زائد 36 على 2410 اكس زائد 18. لو عوضت برضو بالرينج بتاعنا هنا من بوينت 8 لحد 1 هتلاقي تقريبا الريشيو دي بواحد تقريبا، يعني هتلاقيها بوينت 99 واحد بوينت او او، فهتلاقيها دي بواحد. فهي دايما الفاكتور بيأثر عليه يا اما هيستقل انت دي بتاعك يا اما الدلتا تي ووتر. فده بيساوي ام دوت ووتر اكتر على ام دوت ووتر ديزاين سي ووتر، خلاص الثلاثه راحت مع بعضها دلتا تي ووتر وهنا دلتا تي ووتر. هتلاقي ان عندك كيو اكتر على كيو، هتلاقي عندك الام دوت ووتر اكتر الام دوت ووتر ديزاين هتساوي 4 على 3 باكبر من 1 في الريشيو 390 اكس زائد 36 على 2410 اكس زائد 18. ده تقريبا بيساوي واحد لو عوضت في الرينج بتاعك، فتلاقي دايما الماس فورت الاكتور على الديزاين مالها اكبر من واحد، فانت كده في عندك ايه؟ ديفيشنسي في استخدام النقطه بس.